مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض السمك الحرة بطريقة جدا بسيطة وسهلة، ما بتاخد منكم وقت، طعمتها كتير كتير طيبة. طبعا بتلاقوا المقادير كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. في البداية عندي هون 3 سمكات منضفتن، بدي بس هيك اجرحهم شوي بالسكينة وحط جواتهم شرايح ليمون. طبعا هاي الجروحة هلا مشان لما نحط نحن عليها الصلصة تدخل لجواتها. مجهزة هون عندي باركس، حطيت فيه شوي من الزيت. بدي تبل هلا السمكة بالملح والفلفل الأسود، هاي بس البهارات اللي رح اضيفها هلا حاليا. وبحاول هيك شوي ادهنها كمان للسمكة بالزيت الموجود بالبايركس. بعد ما جهزتهم هيك هلا بدخلهم شوي على الفرن على درجة حرارة 180 لحتى يستووا عنا، ما بياخدوا منكم كتير وقت. وطبعا كمان حسب فرنكم بضلوا جنبهم بتشوفوه لحتى يستووا. لحتى اجهز هلا الصلصة لحط هون الملح اللي زاد عندي، فلفل اسود، شوية من الكمون، نفس المعلقة كزبرة يابسة وفليفلة حمراء وزعتر اخضر. وهون حطيت انا بودرة ثوم، فيكم انتو بدل ما تحطوا بودرة ثوم تحطوا ثوم عادي كمان بصير، وعصير ليمون، نص المعلقة دبس بندورة، وإذا عندكم كمان دبس فليفلة كمان بصير. تقريبا نص الكوب من زيت زيتون، بخلطهم هيك مع بعض. فرمت عندي هون شوي من الفليفلة الخضراء ضفت عليهم، وهذا اختياري. بعد ما طلع من الفرن صار عندي هيك بهالشكل. هلا بدي احط عليه الصوص. طبعا هذا الصلصة يعني اذا زادت عندكم انتم مو لتحطوها كلها على السمك، فيكم تتركوها على جنب تاكلوها مع السمك، يعني هي باردة ما بتحتاجي تدخل على الفرن ما فيها شي. وبرجع هلا كمان بدخلهم على الفرن على درجة حرارة 180، بس ما بتطولوا كتير معي، بس مجرد شوي صغيرة لحتى تاخد لون. بعد ما طلعت من الفرن صارت عندي هيك هالمنظر الحلو، شايفين منظرها ما أحلى. رح فرجيكم هلا كمان كيف بتكون من جوا، شايفين كيف مستوية. منظرها كتير كتير بشهي وطعمتها كتير كتير طيبة. شغلتها بسيطة كتير، مكوناتها جدا سهلة للصلصة، طريقة كتير بسيطة وسهلة لحتى تحضروا فيها السمك. بتمنى انكم تجربوها. اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا من اللايك والاشتراك، بحبكم نشوفكم بالفيديو الجاي.